ومنها نقرأ خبر بعنوان: مدبولي استراتيجية ضبط النمو السكاني تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي استكمالا للمناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكاني والوصول إلى التصور النهائي للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف وآليات تنفيذها والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل ما يتم بذله من جهود في هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه التنمية، ألا وهي الزيادة السكانية التي تؤثر سلبا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين. تعتمد الاستراتيجية على ضبط النمو السكاني لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 من عشر طفل لكل سيدة بحلول عام 2030، مع تحسين الخصائص السكانية وتمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 عاما من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية. ننتقل مع حضراتكم إلى موقع اليوم السابع ونقرأ خبر بعنوان: وزيرة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج أعراض كورونا المحدثة. عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعا مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج أعراض فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائي لمصر. ناقشت الوزيرة مع اللجنة العلمية مستجدات بروتوكولات علاج أعراض فيروس كورونا المستجد وما تضمنه من اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، مشددة على ضرورة صرف العلاج والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقا للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية توزيع اللقاح والذي سيتم توفيره تباعا للمواطنين وفقا للفئات المستحقة بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. إلى موقعنا موقع صدى البلد الإخباري نتابع خبر بعنوان: بمشاركة 100 شركة من البلدين انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال. أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء انعقاد المنتدى المصري الزامبي للأعمال بمشاركة 100 شركة من الجانبين. وقالت الخارجية في بيان أنه تم عقد منتدى الأعمال المصري الزامبي عن طريق الفيديو كونفرنس بمشاركة ممثلي نحو 100 شركة مصرية وزامبية. تضمن الاجتماع كلمات مسجلة لكل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ونظيرها الزامبي كريس يالوما، أكد فيها دعم الحكومتين المصرية والزامبية لكافة أشكال التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وكذا حرص الحكومتين على تنمية ميزان التبادل التجاري بينهما. ننتقل مع حضراتكم إلى موقع مصراوي ونقرأ خبر بعنوان: المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام في مجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط. حصلت عدة مشروعات قومية كبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة ميد العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط، والتي أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، يأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة في إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، واستمرارا لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤوليتها في الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة. حصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما حصل مشروعي كوبري رود الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل 7 مشروعات على مستوى الشرق الأوسط.
إلى بوابة أخبار اليوم نقرأ خبر بعنوان غدا انطلاق معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين بالسعودية والكويت. ينطلق غدا معسكر اتكلم عربي وذلك لأبناء المصريين في السعودية والكويت والذي تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عاما ويستمر على مدار يومي 24 و25 من ديسمبر. يذكر أن مبادرة اتكلم عربي التي أطلقتها وزارة الهجرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية. ننتقل إلى موقع المصري اليوم ونقرأ خبر بعنوان وزير الخارجية حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة وملتزمون بحمايتها. أكد سامح شكري وزير الخارجية أن حقوق الإنسان وبنائه يقعان في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوها إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعا وطنيا ذاتيا وراسخا. وأضاف خلال لقائه أمس ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية وعلى أعلى مستوى لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشددا على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار. نعود مرة أخرى مع حضراتكم إلى موقع اليوم السابع ونقرأ خبر آخر بعنوان التعليم تؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو يصور أسئلة. أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق المدارس والإدارات التعليمية والمديريات قانون مكافحة الغش بامتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة على من يقوم بتصوير أسئلة وأجوبة وإتاحتها ونشرها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن من يستخدم أي أجهزة في تصوير الأسئلة ونشرها سوف يحاسب. وأوضحت المصادر أن العقوبة تنص على حرمان الطالب الذي يصور أسئلة وينشرها من الامتحان لمدة عام على الأقل، إضافة إلى عقوبة مالية أخرى، مؤكدة أن أسئلة امتحانات من المنهج ويجب على الجميع أن ينسوا ثقافة الغش أو الحصول على حق بشكل وطريقة غير مشروعة. إلى موقع الشروق نقرأ خبر بعنوان الهجرة إجمالي المسجلين باستمارة العالقين بلغ 1485 حتى الآن. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن الوزارة تلقت استغاثات من شريحة المصريين العاملين في الكويت الموجودة في ترانزيت الإمارات العربية المتحدة بعدما أصدرت الكويت والسعودية القرارات الخاصة بإغلاق المنافذ الجوية. وأضافت مكرم خلال تصريحات الأمس أن الوزارة بدأت تفعيل لجنة وغرفة العمليات لأزمة العالقين، لافتة إلى أنها تواصلت مع المواطنين في الإمارات لمعرفة الأعداد وشركات السياحة. وأوضحت أن إجمالي المسجلين باستمارة العالقين منذ الإعلان عن الاستمارة بلغ 1485، موضحة أن عدد العالقين في الإمارات بلغ 911 مصريا و71 في تركيا و15 مصريا في عمان. إلى موقع الجمهورية نتابع خبر بعنوان الصحة تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 401 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107563 حالة. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 37 حالة جديدة. إلى أخبارنا الرياضية نتابع خبر من موقع يلا كورة بعنوان بطل إفريقيا يبدأ مشوار العاشرة بتحدي سهل أمام سوني ديب. يستهل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا حملة الدفاع عن لقبه في النسخة الجديدة من البطولة بمواجهة سهلة أمام سوني ديب بطل النيجر بافتتاح مبارياته في البطولة القارية الأغلى بالقارة السمراء.
يلتقي الأهلي مع سون ديب عصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على ملعب جنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. يأمل الأهلي بطل إفريقيا في استغلال انطلاقته المحلية الإيجابية وتحويلها على المستوى القاري بتحقيق نتيجة جيدة خارج ملعبه تسهل من مهمته قبل خوض لقاء العودة في مصر المقرر إقامته أحد يومي الخامس والسادس من يناير المقبل. من أخبار الرياضية والشأن المحلي ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن العربي والدولي. من موقع سكاي نيوز نقرأ خبر بعنوان وصفها بالعار: ترامب يرفض خطة الكونغرس لإنعاش الاقتصاد. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس وصفا إياها بالعار، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات. وقال ترامب في فيديو عبر تويتر: أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا وزيادة المبلغ إلى 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين، في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات. نضيف: كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمكلفة في مشروع القانون هذا. وكان المشرعون الأمريكيون قد صدقوا على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19 قيمتها 900 مليار دولار، واعتبرت ضرورية جدا لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس. ما زلنا مع الشأن العربي والدولي، وهذه المرة من موقع روسيا اليوم نقرأ خبر بعنوان البحرين تدعو الراغبين بتطعيمهم ضد كورونا للتوجه للمراكز الصحية دون موعد مسبق. دعت وزارة الصحة في البحرين الراغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم بدءا من يوم الجمعة الموافق 25 من ديسمبر الجاري. وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا، وأفادت بأنه سيتم التواصل مع الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني لإعطائهم مواعيد للتطعيم في تاريخ 24 من ديسمبر الجاري. وأشارت إلى أن التطعيم متاح مجانا لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ممن يبلغون 18 عاما فما فوق.